عشيرة جن طردتهم من الشقة، والسبب كان والدهم. في العادي صاحب البيت لو عايزك تسيبه ممكن يطفشك بمصايب يلقحها عليك كل شوية، بس في الأول وفي الآخر مصايب بشر في بشر. تخيل بقى لو عشيرة جن هي اللي بتطردك. اعمل سبسكرايب وتعال احكي لك على قصة حقيقية لعشيرة جن طردوا أسرة من بيتهم في القاهرة. عمر شاب لسه في الجامعة عايش في محافظة الجيزة، والده توفى وحاول هو وأسرته أنهم يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، لكن والدته وأخته سارة لمدة سنة فضلوا يعانوا ومش قادرين يعيشوا في البيت عشان بيفكرهم بسندهم اللي مات. لحد ما في يوم والدة عمر قالت له انهم ياخدوا بعضهم ويروحوا يعيشوا في بيت جدهم القديم في القاهرة. والاول عمر ما كانش موافق، ازاي هينقل دراسته وعيشته كلها هناك؟ بس بعدين والدته اقنعته انهم لو فضلوا عايشين هنا هيفضلوا محبوسين في ذكريات والده. وفعلا سافروا القاهرة ووصلوا البيت اللي كان في عمارة عبارة عن 5 ادوار، والبيت كان 3 اوض بس، في منهم اوضة مقفولة بقفل مصدي. هما ما حاولوش يفتحوها على اساس انها اوضة خزين، وهم كده كده مش محتاجين غير اوضتين، وبدات حياتهم بشكل طبيعي. بس في يوم حصل لقطة غريبة، سارة أخته نزلت تلعب في الشارع مع الأطفال، قالت لهم إن أطفال الشارع بيقولوا لها إحنا مش هنطلع بيتك عشان مليان عفاريت. وكالعادة عمر وأمه اتريقوا على كلام الأطفال رغم إنهم بيبقوا أكتر ناس بيحسوا بالحاجات الغريبة. بعد كده بدأت سلسلة كوابيس مش معروف هي حقيقة ولا خيال. عمر حلم إنه مرة صحي على حس حد معاه في الأوضة، ولما فتح عينه شاف ضل بيجري برا الأوضة، فاتفزع وخرج وراه. لقى الأوضة اللي مقفولة بقفل مصدي بابها مفتوح، وأول ما دخل داس على حتة حديدة في الأرض. فتح فلاش الموبايل وركز، اكتشف إنه باب يودي على مخزن تحت الأرض، فخرج يجيب حاجة يفتح بيها القفل ده. بس الغريب إن عمر لما رجع لقى باب الأوضة مقفول بقفل مصدي، استغرب بس قال لنفسه إنه أكيد حلم، ودخل حاول يكمل نوم بس قلبه كان مقبوض من اللي حصل لحد ما راح في النوم. الغريب إنه لقى مامته تاني يوم بتحكي له حلم أغرب من حلمه، وهي إنها بتحلم بكابوس متكرر بقاله كام يوم هرب النوم من عينيها، إنها بتسمع صوت جاي من الأوضة المقفولة، ولما بتقوم بتلاقي الأوضة مفتوحة، فتدخل تلاقي الأوضة على حيطانها دم وجلود مسلوخة وسكاكين عليها دم متجلط، وعلى الأرض قطط كتير مذبوحة، ولما بتصرخ فجأة حد بيجي يضربها على راسها من ورا فتقع، وتصحى تلاقي نفسها في اوضه نومها زي ما هي. عمر خبى عليها انه برضو بيحلم بكوابيس غريبه عشان ما تخافش، بس بمجرد ما حكت له الحلم ده وعمر دخل ينام الكابوس اتغير وشاف انه دخل الاوضه وعرف ينزل المخزن اللي كان مقفول. والغريب انه لقى نفس الحاجات اللي والدته قالت له انها شافتها في الاوضه فوق، وفي وسط كل ده لقى كتاب شكله غريب وقديم وملفوف بسلك قوي جدا مش عارف يفتحه. وهو بيحاول يعرف ايه ده فجاه الباب اتهبد واتقفل على عمر، وفضل يصرخ، وفجاه حس بحاجه غريبة ضربته على راسه. بس لما فاق كانت والدته وسارة حواليه وهو مرمي في الصالة وبيصرخ بجملة الباب اتقفل عليا، بس والدته قالت له مفيش بيبان وانك نايم في الصالة وفجأة لقيتك بتصرخ. عمر استغرب، بس استغرب لسبب تاني خالص، انه المرة دي لما صحي لقى الكتاب مرمي جنبه في الصالة ومفهمش ده لو كابوس ازاي الكتاب موجود جنبي بعد ما صحيت. بس برضه سكت وخبى عليهم الموضوع لحد ما صابح تاني يوم لقى سارة اخته مفزوعة وبتعيط وبتقول انها بتحلم ان في حد بيجرها للأوضة المقفولة وبيرميها في مخزن تحت الأوضة ومعاه سكينة ولسه هيدبحها، راحت صرخت فصحيت. عمر حاول يهديها بس المرة دي معرفش يهدي نفسه، وقرر انه على طول لازم يروح لشيخ يشوف الموضوع ده. الغريب انه تاني يوم وهو مروح شاف راجل عجوز شكله يخض، بس عمر حاول ما يركزش معاه، لكن الراجل نده على عمر باسمه وقال له لازم تسيبه البيت وإلا مش هيرحموك. عمر لسه هيسأله مين دول وانت تعرفني منين، لكن الراجل اختفى. عمر اترعب وما فهمش الراجل ده بيقول له كده ليه، بس حاول يصبر نفسه لحد ما يوصل لشيخ، وراح طالع البيت لكنه لقى النور مقطوع. ولما دخل لقى نور بسيط طالع من المطبخ ووالدته واقفه هناك وبتقطع حاجه بسكينه. راح يقول لها ايه اللي موقفك في الضلمه كده، بس بمجرد ما حط ايده على كتفها لفت له ست وشها محروق وعينيها متشاله من مكانها، وعمر اول ما شاف المنظر اغمى عليه لحد ما والدته فوقته فحكى لها. بس الغريب ان والدته فاجئته وقالت له ست مين انت جيت كلمتني فجأة برقت وفضلت تصرخ لوحدك واغمى عليك. الاتنين اترعبوا وما قدروش يستوعبوا اللي حصل، وجابوا شيخ في البيت في ليلتها، وكان راجل عنده 50 سنة وفضل يرش مية على أركان البيت ويقرأ قرآن، وكانوا خايفين بس مطمنين بوجود الشيخ، لحد ما نفس الشيخ اللي كان مطمنهم هو اللي خوفهم بالكلام اللي هو قاله، انتوا ازاي قاعدين هنا؟ البيت ده مرصود بعشيرة من الجن ومش عايزينكم فيه. بعدين خد عمر على جنبه وقال له ان الحاجة اللي معاك انت لازم ترميها واوعى تجرب تفتحها، وكان قصده على الكتاب، وان البيت ده فيه الأبشع من الجن الشياطين بسبب حاجة غريبة كانت بتحصل فيه حتى الشيخ نفسه مش قادر يعرفها، فنصحوا ان بلاش عند وانفدوا بجلدكم. بعد ما الشيخ مشي عمر قرر يعند ويفتح الكتاب عشان يفهم اللي بيحصل في البيت واللي حتى الشيخ نفسه مش قادر يعرفه، وقال انه استنى لما الكل نام وفتح الكتاب وشال السلك اللي كان ملفوف عليه بالعافية. الكتاب كان مليان رسومات وحروف غريبة، بس اللي خوفه اكتر ان ايده اتجرحت ونزلت دم على صفحة معينة، وفجأة الكتاب قفل لوحده بقوة كبيرة وكل حاجة حواليه اتغير.
اتحرق. لقى نفسه في المقابر جنب قبر ابوه واللي ظهر له على شكل مرعب جدا، وقال له احرق الكتاب وسيب البيت انت وامك واختك قبل ما يموتكم اللي فيه. عمر رجع البيت وهو مرعوب، وقرر انه يروح يدور على الراجل العجوز اللي شافه تحت البيت ونبهه ان هم لازم يمشوا من البيت، واللي فعلا طلع معاه سر كل اللي بيحصل. الراجل حكى له ان ابوه كان عايش في البيت قبل ما يتجوز، وكان بيعمل حاجات غريبه فيه لمده 5 سنين، وانهم كانوا بيسمعوا صوت حيوانات من جوه بتستنجد، والناس بقت تخاف تقرب منه لحد ما ساب الشقه وسافر البلد فتره، وان كان بيحصل حاجه غريبه قوي، ان الشقه دي كانوا بيشوفوها بتولع كل يوم وبعدين ولا كان فيها اي حاجه، لحد ما ابوه رجع البيت من البلد. ولما حكوا له زعق فيهم والناس خافت منه، بس بعدها بكام يوم لقوه في الشارع مرمي وجلده مسلوخ. ولما الشرطه جت عشان تعاين البيت لقوا حيوانات ميته كتير وكتب سحر، وان ابوه كان بيعمل حاجات تبع السحر الاسود. عمر بعد الكلام ده قال الراجل نصحني اني اسيب البيت واحرق الكتاب لان هو قص كل حاجه بتحصل دلوقتي. فرجع البيت جري، لكن للاسف كان متاخر. عمر لقى الشقه بتتحرق، والمره دي كانت بجد، وامه كانت مرميه على الارض، وساره اخته اختفت. شال امه وجري بيها ولحقها، بس ساره ما لقاهاش. ورجعوا البلد وامه بقت مشلوله ودموعها ما بتوقفش، وهو بيحلم كل يوم بساره بتتعذب تحت الارض. وبعد ما كانوا جايين القاهره عشان ما يبقوش محبوسين في ذكريات ابوهم، سابوا القاهره وهم ملعونين بعمايل ابوهم.